وفاة الفنان المصري عزة العليلي عن عمر ناهزت 86 عام. توفي الفنان المصري القدير عزة العليلي اليوم الجمعة عن عمر ناهز 86 سنة. وقال نجله محمود العليلي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم: توفي صباح اليوم والدي الفنان عزة العليلي، وتقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند. ونعى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية العليلي، ونشر عبر حسابه في تطبيق انستغرام صورة للفنان الراحل وعلق عليها قائلا: البقاء لله فارس الدراما العربية. والعليلي حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لإخوته الأربعة بعد وفاة والده. فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم رسالة من امرأة مجهولة عام 1962، والذي كان بمثابة بدايته السينمائية. تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، وأعد أهم أدواره الذي كان في فيلم الأرض عام 1970 من إخراج يوسف شاهين. ومن أبرز أعماله الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت. وفي المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها أهلا يا بكوات، ثورة قرية،